فن التعامل مع مشاعر الاخر، وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي والظروف السياسيه، واحنا طبعا قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني وقضيته، فاكيد ان مش هنلاقي اكتر من ان احنا في الوقت ده ان احنا نساعدهم وندعمهم ونكبر بخاطرهم بالدعاء المكثف، حتى لو بالكلمه، حتى لو بالكلمه، حتى احنا مش في ايدينا ان احنا نقدر نعمل حاجه، ولكن احنا عندنا سلاح مهم جدا، السوشيال ميديا. بالظبط. وهو نافذه مفتوحه، نافذه مفتوحه نقدر نقدم فيها كل المحتوى اللي ممكن يدعمهم، ولو بكلمه بسيطه، لو بتصرفات، لو بفيديوهات توصل لهم، هتبان قد ايه ان احنا معاهم، تديهم طاقه ايجابيه على المحنه اللي هم فيها. وكمان الطائفه والجاليه الفلسطينيه اللي موجوده عندنا في مصر، احنا ممكن نعمل لهم حاجات كتيره قوي، وخصوصا الاطفال، ان احنا ممكن نبحث عن الاطفال دول اللي موجودين وعايشين معانا، ونعمل لهم يوم للترفيه في اي نادي، في اي مكان، في المدارس بتاعتهم، ان احنا ممكن نجمعهم ونعمل لهم زي تجمع مع الاطفال المصريين، ولعب وضحك وهزار للترفيه والترويه عن المشكله اللي هم فيها دي. كمان ان احنا لازم نخلي بالنا قوي ان الفتره دي، ان احنا حتى لو احنا عندنا نجاحات او عندنا حاجات حلوه وعندنا افراح، نهدئ شويه استاذه رؤيا من الاحتفال على السوشيال ميديا. بلاش نسلط الضوء بشكل مستفز. بالظبط كده. نراعي، يعني انا بقول لك احنا دايما لما كنا زمان اهالينا يقولوا لنا عشان خاطر جيراننا، مع الجيران ممكن المعارف في الشارع، هي كلها حاجه واحده. بالظبط، هي كلها بتبقى زي احنا اسره. والوطن العربي اسره. بالزبط. يعني الوطن العربي اسره. فبالتاكيد ان احنا لما ذكرتي ان احنا كنا وما زلنا احنا متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا المصريه، ان احنا لو حد عنده حاله وفاه مش بنشغل التلفزيون او الاغاني، ونبقى حتى لابسين الاسود بندعمه ورايحين جايين عليه. فده احنا اللي بنطالب بيه دلوقتي، ان احنا يعني نحط اغاني وطنيه، نحط اغاني تحس على ان شاء الله باذن الله ان الخير جاي، وان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى، نبث الطاقه الايجابيه، نحط بوستات نسر ده. يعني انا عايزه الناس تظهر بشكل ايجابي العبارات اللي تقول للفلسطينيين والشعب الفلسطيني ان احنا معاكم قلبا وقالبا، وان احنا بندعمكم، وان يعني اكيد ربنا عز وجل اكيد الحق لازم يرجع لاصحابه في النهايه. وفي حاجه عايزه اقولها، اذا كن دايما يعني انا بقول ان الاتيكيت هو مراعاة مشاعر الناس في الفرح وفي الحزن، بس كمان اكتر في الحزن. بالزبط. لان انا لو اتعزمت في فرح شيء حلو اني اروح، لكن في عزاء لازم اروح. يعني الفرح ده لما اروح في فرح اكيد لازم يعني ان انا اروح للناس لو في دعوه، لكن في الحزن انا لازم اروح ليه؟ عشان اكبر بخاطر اللي قدامي، اواسيه، اقول له عبارات ايجابيه، اديله كلام يخليه يطلع من المحنه دي. فاحنا لازم كل المصريين المتواجدين حواليهم ناس فلسطينيين، زمايلهم في الشغل، جيرانهم، لازم يتجمعوا معاهم، يخرجوهم، يتكلموا معاهم، يكونوا أسرة. بالزبط. ليهم. وتكون الفترة اللي جاية دي كلها يعني سعادة وطاقة إيجابية، ونبعد عن مشاهدة المشاهد الحزينة، نوريهم مشاهد حلوة تخليهم عندهم طاقة إيجابية وإقبال على الحياة. الدعم النفسي مهم جدا. وعلى فكرة أنا عايزة أقولك على حاجة، معروف عن الشعب المصري بفطرته أنه هو عاطفي جدا، وأنه هو دايما بيتأثر بالأحداث اللي بتجرى حواليه، وده ينطبق على كل شيء. وفي حاجه عايزه اقول لحضرتك يا استاذه رؤى، بما اننا بنقول السوشيال ميديا مهمه، اتمنى ان احنا ما ننشرش صور الاطفال والمشاهد المفزعه للمفجعه، نوريها لاولادنا ولا نكسر منها، ما نوريش اطفالنا ولا نكسر منها على السوشيال ميديا. انا بقول ننشر صور وطاقه ايجابيه للدوله الفلسطينيه، للناس الفلسطينيين، انتصاراتهم، حاجاتهم الايجابيه اللي بيعملوها. بلاش يا جماعه نلقي الضوء على المشاهد المفزعه اللي تؤثر، تتعبهم هم وتتعبنا كمان احنا كمان يعني.